Thank you very much. We've had a lot of very big news and some very good news. شكرا جزيلا. لدينا أخبار جيدة. أود أن نتحدث عن الصين وما نقوم به مع الصين مهم جدا. كان هناك تساؤلات. كان لدينا مساعد رئيس الوزراء. نحن بدينا صداقة جيدة مع رئيس الصين ووصلنا إلى المرحلة الأولى من الاتفاق. وسألنا عن المساعد رئيس الوزراء عن ملاحظاته ووصلنا إلى اتفاق قد يحتار أمر أسبوعين أو ثلاث أسابيع أو خمس أسابيع لإعداده بشكل نهائي، وسنعقد قمة وربما نعلن عنه في ذلك الوقت حول اتفاق حول الملكية الفكرية والخدمات المالية وشراء 40 إلى 50 مليار دولار من المنتجات الزراعية، وهي مرتين ونصف إلى ثلاث مرات أكبر من ما اشتراه اشترته الصين في مرة واحدة في أي وقت مضى. إذن المزارعون سيكون لهم فرصة لشراء المزيد من الأرض. إذن شراء منتجات زراعية قيمتها من 40 إلى 50 مليار دولار. أعتقد أن الآن القيمة هي 8 مليارات، وخلال الأسبوعين الماضيين تحدثنا عن أن الكثير من الأعمال والتجارة في صالح مزارعين الآن. وذلك من قاعدة من 16 مليار، و 8 مليارات كانت حتى أقل من هذا المبلغ. إذن لدينا أيضا مشاكل الهياكل الزراعية، وبوب يمكنك أن تتحدث عن ذلك وتواضح هذه المشاكل الهيكلية. لقد تعاملنا مع مشاكل صحية تتعلق بالمنتجات، وسيكون الأمر أكثر سهولة بالنسبة لمزارعينا لشحن المنتجات إلى الصين. مشكلة أخرى توصلنا لاتفاق بشأنها هو العملة وتغيير العملة. كان هناك نقاش جيد مع الحاكم جي أو حاكم البنك رئيس البنك، ولدينا توصلنا لاتفاق حول العملات. حول الشفافية في العمليات المالية حققنا أيضا تقدما جيدا في مجال نقل التكنولوجيا. المرحلة الثانية ستبدأ المفاوضة بشأنها مباشرة بعد المرحلة الأولى من الاتفاق. هناك الملكية الفكرية، هناك اتفاق حولها، العمليات المالية، البنوك والشركات ستكون راضية عن ما حققناه، والصينيون أيضا
لأن هذه الشركات المالية تقدم خدمات جيدة. المسائل الهيكلية في مجال الزراعة إذن المبيعات من المنتجات الزراعية ارتفعت من 8 إلى 16 وسترتفع بعد توقيع العقد إلى 40 أو 50 مليار دولار. وهذا أكبر هذه أكبر طلبية للمنتجات الزراعية تقريبا بمرتين ونصف. ونقل التكنولوجيا سيكون هناك نقل بعض التكنولوجيا في الاتفاق وستتم هنا في المرحلة الثانية. وقد يكون هناك مرحلة ثالثة أيضا من الاتفاق. نحن سعداء ونكن احتراما للصين وللرئيس شي. وقد تابعت احتفاله بذكرى ميلاده 70. جميع أفراد الفريق قاموا بعمل رائع. شكرا لكم أنتم مفاوضون ممتازون. وكل هذا ما تحقق هو لمصلحة الصين ولمصلحة الولايات المتحدة. الخبر السيء هو أن السوق الأسهم قد ينخفض، وهذا ما يحدث دائما عندما يكون هناك أخبار جيدة يليها انخفاض في الأسهم، ولكن الأمر ستعود إلى حالتها الطبيعية. هي مفاوضات متشعبة، وما توصلنا إليه سيكون جيدا للناحية للبلدين. أولا باسم الحكومة الصينية نود أن نتوجه بالشكر للرئيس ترامب لرسالتك، رسالة التهنئة على الذكرى 70 لميلاد الرئيس تشي. نحن نتفق على أنه لكي تكون العلاقات الأمريكية الصينية جيدة فإن ذلك في مصلحة البلدين يتوصلا إلى اتفاق. في الأيام الأخيرة كان لي تواصل ممتاز مع الجميع، وكما قلت حققنا تقدما جيدا في الكثير من المجالات، وسوف نستمر في بذل الجهود. وشكرا على هذه الفرصة التي منحتها لي لكي أتحدث. شكرا جزيلا. أعتقد أن اتفاق تبادل العملات أو تبديل العملة الذي توصلنا إليه جيد، وهو أمر كنا ظللنا نعمل عليه منذ وقت طويل. شكرا جزيلا.
هذه بالصينية، لست ممتازا في الصينية. هذه رسالة ممتازة، شكرا جزيلا. أنا أثمن هذه الرسالة من الرئيس تشي، ونحن قد حققنا مرحلة أولى ناجحة بشكل كبير، ونحن نثمن ذلك، وأرجو أن تبلغ تهانية للرئيس تشي. While we go through a process of documenting this, we will not be implementing the increase of tariffs. في الوقت الذي ننهي فيه أو نطور نحرر فيه هذه الاتفاقية، لن نقوم بزيادة التعرفة الجمركية. نحن قريبون جدا من الاتفاق. هذه المرحلة الأولى كانت مرحلة مهمة جدا. لست أدري إن كان مزارعون بإمكانهم أن ينتجوا ما قيمته 40 أو 50 مليار دولار. هم فرحون بذلك. نحن يرتفع الرقم من 8 مليارات. أعلى ما وصل إليه هو 16، ومن 16 يرتفع إلى 50 مليار. إذن بين 40 و50 مليار، وقد بدأوا يشترون، بدأتم تشترون من المزارعين. عشرين مليون طن من حبوب الصويا. هذا أمر تسهل ملاحظته عندما يرتفع بالطراد. سوف نعمل على التنفيذ منذ الآن، و هذا ما تم الاتفاق عليه. سوف يكون هناك عملية مشاورات، وسيكون هناك عملية تصعيد، وسوف نجعل كثيرين يوقعون، ثم ندرس التفاصيل لما يمكن القيام به عند حصول أي مشاكل. إذن ينبغي أن يكون هناك آلية لحل النزاعات واضحة جدا. أعتقد أن العلاقة هي أفضل مما كانت عليه في أي وقت. كان هناك مفاوضات طبعاً، وأنا أثمن ما تقوم به الصين، ونحن الآن نقوم بالأمر بشكل عادل. أنا لا ألوم الصين، بل ألوم من يمثلون بلدنا. الآن سيكون لدينا اتفاق سيكون مفيدا وجيدا للطرفين. اتفقنا مبدئيا على كل الأمور التي ذكرتها، ولا أعتقد أن الأمر سيكون
فيه مشكلة صياغة هذا الاتفاق، وقد يحتاج الأمر 4 أسابيع لصياغة الاتفاق، 4 أو 5 أسابيع سوف نرى حتى نلتقي أنا والرئيس شي. وأنا أشعر بالإثارة لأننا غطينا مجالات الكثيرة، وأنا سعيد بشكل خاص فيما يتعلق بالمزارعين. في هذا الاتفاق نحن لا نتناقش في مسألة واوا. نحن لا نناقش هذا الأمر. فيما يتعلق بالصين ونائب رئيس الوزراء، لم أشر إلى جو بايدن. الصين حرة في أن تفعل ما تريده. إذا كان هناك مليارات دولارات تذهب إلى شخص ما، فهذا الأمر يهم الصين. لا أعتقد أنه سيكون هناك مشكلة، قد يحدث شيء ولكن الأمور تسير بشكل جيد. أنا أقوم بهذا منذ وقت طويل، وكذلك نائب رئيس الوزراء برمنا اتفاقيات عديدة، وهم محترفون من الجانبين، ولا أتوقع أن تفشل العملية. لدينا فهم متبادل حول المسائل الأساسية، لكن هناك أمور أخرى ينبغي التفاهم عليها، ولن نوقع حتى يتم العمل. نائب رئيس الوزراء عليه سيكون عليه يعمل مع فريقه، ونحن أيضا. الرئيس شي يتابع الأمر عن كثب. ما رأيك في عمل الفريق الصيني؟ أعتقد أن الصينيين ينبغي أن يكونوا فخورين بفريق مفاوضاتهم. هم أذكياء وأشداء، بما وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء، ونحن نعرف بعضنا بعض جيد، والجميع يحترمون فريقكم. التعريفات الزيادة من 21% إلى 30% سيتم تعليقها. التعريفات الإضافية والرئيس لم يتخذ قرارا بشأن جزء من هذه الزيادات. إذن الجزء الأول تم تعليقه، الثاني بالطريقة التي تسير بها الأمور يبدو أن سنعلق. الطلاب الصينيون
من يريدون القدوم من الصين للتعلم في جامعاتنا يمكنهم أن يفعلوا ذلك. لن نصعب الأمور عليهم. أعتقد أنه من المهم أن جامعاتنا متوفرة والناس يأتون من جميع أنحاء العالم. الناس يأتون بحسب استحقاقهم وهم يشغلون فضاء جيدا في جامعاتنا. كان هناك إشاعات بأننا سنغلق المدارس على الصينيين، هذا غير صحيح. كان هناك بعض المشاكل الفنية. لقد كانت تعليماتك واضحة. هل يمكن أن تفعل شيئا لطمأنة الطلاب؟ نعم، أعطيهم كلمتي. نود أن نراهم يلتحقون بأشهر مدارسنا. نحن بصدد تقييم هذه الأمور. ماذا عن رجال الأعمال الصينيين؟ بطبيعة الحال نكون حذرين في بعض الشركات الأمنية، لكننا نقوم بحجم كبير من الأعمال مع الصينيين، لكن الأمور سوف تتحسن بعد هذا الاتفاق. هذه هي المرحلة الأولى. المزارعون، الملكية الفكرية، الكثير من ذلك مغطى هنا. العمليات المالية وشركات بطاقات الائتمان، كان هناك إجراءات عديدة وسيتم تبسيطها. والصين أيضا فتحت أبوابها للكثير من هذه المعاملات المالية. الملكية الفكرية اتفاق حول مواضيع كثيرة، لكن بعضها سيكون ضمن المرحلة الثانية. الزراعة تحدثت عنها، تغيير العملات أيضا من خلال التسهيل ونقل التكنولوجيا. سوف يكون هناك بعض منها في هذه المرحلة وجزء آخر أيضا في المرحلة الثانية. لأنه اتفاق كبير جدا ويغطي مسائل عديدة، والقيام به بمراحل مختلفة هذا يكون أفضل. غطينا بالكامل الزراعة و20 مليار دولار من المنتجات الزراعية
تم تغطيته بالكامل في هذا هذه المرحلة الأولى. البنوك ومؤسسات الإقراض وغيرها، قسم كبير من الملكية الفكرية، إذن هي حزمة هامة وسنركز بعد ذلك على المرحلة الثانية. أعتقد أن هناك الكثير من حسن النية. ما نقوم به أننا نريد أن نعد النص، نص الاتفاق. قد يحتاج الأمر أربع إلى خمسة أسابيع. وسنكون حاضرين أنا والرئيس شي. كان علينا أن نتعرف إلى بعضنا بشكل أفضل. هذا الاتفاق هو اتفاق أكبر حجما من اتفاق العام الماضي. الاتفاق الأول كنا نتحدث عن مبيعات منتجات زراعية ب 20 مليار. Than we had in mind. Certainly, in terms of, I would say, Steve, financial services is bigger and more complete. خدمات المالية أصبحت أكبر. Currency, foreign exchange, we didn't really discuss that very much. لم نناقش موضوع تغيير العملات من قبل، ولكن أصبحت ضمن المناقشات. وأعتقد أن هذا الاتفاق سيكون أكثر أهمية وأكثر دقة. الآن لدينا تغيير العملات الأجنبية متكامل أكثر مما كان في الاتفاق، ولا ننسى أن هناك أمورا حدثت منذ عام. Well, we're going to find that out. That'll be up to the Vice Premier and to President Xi. So we'll find that out. Would you think the global economic slowdown, do you think this kind of win-win will help? Well, the United States is doing very well. مثل هذا الاتفاق سيساعد الصين في استعادة نموها الاقتصادي. أعتقد أن هذا الاتفاق سيكون أمرا رائعا بالنسبة للصين. هذا اتفاق ممتاز للصين ولنا أيضا. سوف يصبح رقما سنويا. ناقشنا هونغ كونغ، وقد حدث تقدم في موقف الصين بالنسبة لهونغ كونغ. ناقشنا الأمر، وأعتقد أن هذا الاتفاق هو أيضا جيد لشعب هونغ كونغ. والتصعيد قد تراجع. سوف ننظر في القائمة السوداء ونقرر ما هي الشركات التي ستكون ضمن تلك القائمة.
I think the Federal Reserve should cut rates regardless of this deal. أعتقد أن الخزينة سيكون عليها أن تخفض. And when it has to be paid back, they get paid. Okay, it's ridiculous. And I think that the Federal Reserve should cut rates regardless of how good this is. بالنسبة لهذه المسائل المالية نحن لدينا اقتصاد قوي جدا وبصرف النظر عن الاتفاق مع الصين لأن الأمر يتعلق بالسلام العالمي ليس اتفاقا تجاريا فقط إن له امتدادات إلى مجالات عديدة وأعتقد أن الخزانة ينبغي أن تخفض نسبة الفائدة. حطمنا الرقم القياسي في مينيسوتا. And so the impeachment, it's a hoax. No, we didn't discuss it, but I would tell it's a hoax. It's a hoax by the people that are losing. And they want to try and use it to win an election. And I don't think it's going to happen. And I don't think China is going to happen because if they did, they'd rather deal with a sleepy Joe Biden who's failing badly. He's not going to make it anyway. But whoever does emerge on the other side, they're better off maybe waiting. But they also know that when I win, the deal gets even tougher. It gets even tougher. And they expect that I'm going to win. Otherwise, they wouldn't sign the deal. Very simple. Mr. President, can you make clear that you like putting tariffs out? I do like tariffs. How are you, what's your inclination then about December? ما هي توقعاتك بالنسبة للتعريفات في ديسمبر؟ أعتقد أن الاتفاق الذي سنتوصل إليه يتجاوز مسألة التعريفة. أعتقد أن السلام العالمي كان هناك احتكاكات بين الصين والولايات المتحدة والآن نحن علاقاتنا جيدة وقد قال نائب رئيس الوزراء أن هذا أمر جيد للعالم وهو محق في ذلك هو اتفاق جيد للصين وجيد للولايات المتحدة وجيد للعالم أنه يوفر السلام والعلاقات الجيدة والازدهار لجميع أنحاء العالم. الخطاب أصبح جيد وهم عندهم ما عندنا. Bad things can happen. Stupid things. أمور سيئة وغبية قد تحدث. لكن هذا شيء رائع بصدد الحدوث الآن. وبعد ذلك ستبدأ المرحلة الثانية. سوف أذهب الآن إلى لويزيانا. حاكم لويزيانا لا يقوم بعمل جيد. Did you watch last night? Did you enjoy it? هل تابعت استماع لقاء؟ A lot of people enjoyed it, John. كثيرون استمتعوا به. شكرا. We'll talk about that later. Thank you, press, for leaving now. Thank you.